حسين ججلي والفنا به كما يقولوا كاميرا كاشي تاعو دوك خلاص دخلت حتى العائلة وكل في كل رمضان لازم ننتظرها وحتى الكاميرا تاعو عندها تفكرنا نوعا ما في كاميرا حاج رحيم زمان لأنه راهو في عنده كما يقولوا مدخل شعبي عنده مع الشعب وذكاء ذكاء يعني في كل مرة يجبد فكرة. أنا ماذا بي نعرف مثلا في احنا نشوفوا غير الحصص اللي دارها ومشات حبيت نعرف مثلا الحصص اللي ما مشاتلوش كواليس يعني وين صار له مشكل تاع الصح وين مثلا طاح مع واحد اللي بالك كان معاه عنف ولا ما حبش يمشي له في الخط ولا حاجه هذه الكواليس هذه ماذا بينا نشوفوها باش نعرفوا نشوفوا جانب اخر لانه هو انسان يعني كما يقولوا سيمباتيك حلو ونظن باللي كل الجزائريين يعني كسبهم لانه حتى الكاميرا تاعو يعرف الحدود نتاعها.